مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء. في طريقي إلى المملكة العربية السعودية، توقف الرئيس الغيني ورئيس الاتحاد الإفريقي البروفيسور ألفا كوندي بالعاصمة إنجمينا لعدة ساعات، حيث التقى بنظير التشادي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وقد تباحث الزعيمان مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن قضايا إفريقية تهم القارة الإفريقية. عثمان عبد الغني إدريس. في إطار علاقات العمل والصداقة بين تشاد وغينيا، وصل يوم 31 يوليو حوالي العاشرة ليلا الرئيس الغيني ألفا كوندي الرئيس الدوري للتشاد الأفريقي العاصمة إنجمينا، حيث كان في مقدمة مستقبله بمطار حسن جاموس الدولي نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، بحضور رئيس الوزراء باهيمي باتاكي ألبير وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين بالدولة. أقدم رسم الاستقبال ومصافحة مستقبلي توجه ضيف البلاد برفقة رئيس الجمهورية إلى صالة الضيافة، وبعد الاستراحة القصيرة توجه الزعيمان إلى القصر الرئاسي. وخلال هذا اللقاء تحدث الجانبان حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تربط بين تشاد وغينيا. الرئيس الغيني أطلع نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن الأزمة الليبية وأزمة دولة جنوب السودان وبوروندي، وعن الملفات الأخرى خاصة محاربة الإرهاب في إفريقيا. أقبل هذه الجلسة التي استغرقت عدة ساعات، ودع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نظيره ألفا كوندي الرئيس الدوري للتشاد الأفريقي وهو في طريقه إلى المملكة العربية السعودية.